السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم اخواتي بفيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غنوريكم واحد ثلاثة ديال لي موديل ديال لي جلباب. هذه عباية جلباب، يعني ماشي غير عباية، يعني ندخلوها حتى في التان ديال الجلباب. هذه كنا جبناها لكم في الازرق وفي الاسود وفي الموف، حتى هو كنت جبتها لكم فيه، وكانوا فيها المقاسات من 38-52. حاليا جبتها لكم فقط في هذا اللون، وفيها المقاسات من 38-46. الساعه ديالها 650 درهم. القماش ديالها اكثر من رائع، كيجي طايح. الصفيفات ديالها كيجيو فحال هكا، راني ديجا ورتها لكم. فيها واحد هنا واحد طريزه بهاد الحجابات اللي هنا. موديل جميل جميل بزاف، متوفر عندنا في المحل. الناس اللي بغاو خارج الدار البيضاء الله يجازيكم بخير، ضروري غادي خصنا العبار في السنتين الكتاف ومن تحت الباط لتحت الباط. بقى معايا نشوفكم نوريكم موديلات اخرين. الاخر زال الصراحه، انا خليت معايا نفس الفولار لان جاني غادي يجي معاه واحد شويه، يعني دائما تنسيق الوان الفولار والشال كيبقى لك انت سيدتي. هذا الموديل هذا فيه المقاسات من 42 حتى 52، زوين الصراحه. المقاس اللي لابسه انا لابسه فيه 46، يعني المقاس ديالي وجاني وافي، جاني هو هذاك الصراحه. التوب ديالو رطب، هذاك لولا رطيطب رطيطب ديال المعقول، مي فريمون رطب وخفيف. السيدات اللي كيجيهم الصهد بزاف، هذا هو التوب اللي غادي يوالمكم في هذا الصيف هذا. الوغ لي موتيف اللي فيه، الا شفتو عندنا الكميه جاي هابط بهاد لابونت هادي من هنا حتى لهاد هنايا، فيها هادي كثاره ولا شويه سبو غادي نقدر نلبسها مع دي زيسبا يعني فاسيلمون. وكاين هاد لابوش هادي اللي كتجي هكا بلولا اوسي، مي لون اخر شويه غايب. نفس الموتيف اللي عندنا هنا هو اللي عندنا هنا بوغ افوا ان رابيل. وكتجي لهنا كتجي جوست اون بوند من الفوق حتى لتحت، كتجي غزاله 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 الصراحه. السعر ديالها 800 درهم. غنخليها لكم مع رمضان، غتبقى لكم ب 750 درهم. مي فريمون شي حاجه راقيه، التوب ديالها زوين، ما كتجيش كاع فريمون. شوفوا كتجي ملور، كتجي فريمون زوينه، كتجي زوينه بزاف الصراحه، كتجي غزال. عندي نفس القماش ونفس المقاسات، نفس القماش ونفس المقاسات في هذا الازرق هذا، هو مغاير عليه واحد شويه. هذا فيه لا بوند، انا نخرب لكم التوب باش تشوفوه كي داير. هذا لولا خفيف، يعني داك الرطيطب فريمون خفيف، كتجي لا بوند دايره بحال هكا، كتجي لا بوش ديالو من هنا. هذا مغاير عليه اللي لابسه انا، وكيجي لتحت فيه هاد لي دو بوند. شفتوا كيفاش كيجي؟ كيجي من التحت كيجي فيه هاد لي دو بوند، كيجي غزال بزاف 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 صراحه. عجبني هذا الموديل حتى هو كذلك، ان شاء الله غادي ناخذو. عجبني بزاف، حتى هو المقاسات من 42 حتى 52. السعر ديالو دابا مع رمضان غيبقى لكم ب 750 درهم. موديل ما تضيعوش، الكميه محدوده. نتلاقاو في السلام عليكم ورحمه الله. كيف ما وعدتكم الصحب ديال الفيديو ديال اليوتيوب، الو غادي ندير لكم الصحب على هذا الفيديو هذا وعلى اللايف اللي كان اللي دار اخر مره. دونك ان شاء الله الفائزه غادي تفوز مع هذا المصحف، وغنبقاو كل مره هكا نختاروا فيديوهات ونديروا منهم سحب التعاليق. هذا الفيديو عليه 136 تعليق. الو بسم الله. الو اللي ربحات معنا فاطمه كتبات كومونتير ما شاء الله حبيبتي، نتمنى انها تواصل معايا على الواتساب في اللي كنخلي لكم الرقم في اول التعاليق، ونمروا الفيديو اخر. الوغ السحب ديال هاد اللايف اللي كنا درنا اخر لايف الدار، غادي نديرو تيليشارجمون ديال لي كومونتير. عندنا فيه 86 كومونتير، وغادي نشوفو شكون اللي ربحات معانا. اللي ربحات معانا دودو، نتمنى انها تواصل معايا في الواتساب وتصيفط لي الصوره ديال الكونت ديالها ديال اليوتيوب، وان شاء الله نرسلو ليها الهديه ديالها اولا تجي من موراها، اللي هي عباره عن مصحف اللي كنت ديجا وريتكم في بزاف ديال اللايفات.